أين الخلل في أن نصل إلى مرحلة تمكننا كل الأوضاع من أن نعالج هذه المشاكل؟ الخلل وين؟ بالجانب التشريعي، بالجانب التنفيذي، ولا الخلل هو بالمنظومة بالكامل؟ هو يعني خلينا نسميها أكو الخراب من يحصل راح يحصل في عدة مفاصل مثل قاعدة الخميدس. أيوة. وأن الأشكال تتغير لكن مستوى المنسوب ثابت. فلا ينأى ولا يمكن أن ننأى بالتعليم العالي من الخراب دون يعني من دون الأخريات زميلة. الوضع الاقتصادي غير جيد، الوضع الاجتماعي إذا شوف الجريمة ومستوى الجريمة والمخدرات وتفكك الاجتماعي للأسف لأن ما هناك ضبط. يعني كثير من المفاصل هي في النظام السياسي وفي المجتمع وفي أركان الدولة اللي هي بها مشاكل عديدة. فلا يمكن أن نحصن التعليم العالي والنائي به عن الخراب اللي موجود. لهذا السبب أرى إصلاح، يجب أن تكون عملية إصلاح شاملة. قد نبدأ بالتربية والتعليم والقضاء، ضبطنا هذه الإشكالات أو المشاكل التي تعتري هذه القطاعات. ممكن أنه نبدأ بإصلاح المنظومة مكتملة.